أخبار الطقس محلياً وعالمياً. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. نبدأ بالقاهرة 28-17، الإسكندرية 22-17، مطروح 22-16، بورسعيد 23-18، الإسماعيلية 19-17، ونتحول إلى السويس 29-17، العريش 29-17، طابة 25-16، شرم الشيخ 32-24، الغردقة 32-25. وإلى الأقصر 36-24، أسوان 36-24، الوادي الجديد 36-21، شلاتين 34-24، وحلايب 30-25. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية وأيضا العالمية.